أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحثت مكرم المصريين في الخارج على المشاركة في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجبا وطنيا مهما. أوجه كلمتي للمصريين في الخارج إنه هذه الانتخابات انتخابات وطنية، بمعنى إنه هو واجب وطني ومسؤولية وطنية، زي ما سيادة الرئيس بيقول، الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيت الدولة المصرية، وبيأتي أولا من المصريين في الخارج اللي هم خط الدفاع الأول لمصر، واللي أيضا بتأتي انتخاباتهم أو افتتاح المقار الانتخابية في الخارج قبل الداخل. فعايزة أقول لهم إنه هم مش بس سفراء لدولتهم في الخارج، ولكن اسمحوا لي إن أنا أطلق عليهم لفظ جديد، وهم مجندين للدولة في الخارج، بمعنى إنه إحنا بنعمل دورنا، وزي ما إحنا لينا حقوق إحنا لينا أيضا واجبات على الدولة وحقوق للدولة، لابد إن إحنا نسجل نفسنا ونتقدم لصناديق الاقتراع، لأن هو ده اللي بيخلي الدولة تقف على رجلها ونحافظ عليها المصريين في الداخل وفي الخارج.